إمام عاشور، المورال يعني الخلاصة، إيه أكبر انتصاراتك؟ ممكن أهداف وكده ولا لازم انتصاراتي يعني؟ الحاجة اللي حققتها وحسيت إن أنت مبسوط إنك حققتها، فخور بيها، فخور بنفسك. إن أنا حسيت إنك انتصرت في يوم من الأيام، إن أنا لعبت طبعاً النادي الأهلي، وإن أنا لعبت طبعاً جنب محمد صلاح. ده كان أمنية حياتي أو حلمي قدامي، إن أنا ألعب مع كابتن محمد صلاح في المنتخب طبعاً. إيه أكبر مخاوفك؟ أكتر حاجة بتقلقك؟ العين والحسد. العين بتخاف من الحسد؟ قوي. بعد 100 سنة من النهاردة تتمنى لو قصتك اتحكت يتقال عنك إيه؟ يتقال عني إن أنا محبوب، سيرتي تيجي بالخير دايماً. إيه الخير اللي تحب سيرتك تيجي بيه؟ أي حاجة. يعني لو في جملة كده تحب الناس يوصفوك بيها لو جت سيرتك بعد 100 سنة من النهاردة. ده كان طيب. طيب؟ طبعاً. يعني أنا زمايلي كلهم دايماً بيقولوا لي إن أنا طيب، بس أنا مش شايف دي. مش طيب خالص أنا. بس شكلك بتفرح لما بيقولوا لك إن أنت طيب. أكيد. ما نفسكش مثلاً يقولوا أجمد لعيب، أكبر هداف؟ أكيد طبعاً. أكيد من نفسي. أهم اللعيبة في تاريخ مصر. أكيد طبعاً نفسي. أنا لسه قدامي إن شاء الله العمر طويل. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله أنا يمكن لسه ما عملتش حاجة. لسه قدامي بطولات نفسي أحققها طبعاً مع النادي الأهلي، ولسه قدامي مشوار إن شاء الله إن أنا مع منتخب مصر إن شاء الله ألعب كأس عالم بإذن الله، عشان نفرح طبعاً الشعب المصري طبعاً. وأكيد طبعاً نفسي يقولوا كده إن هو كان طيب وهدف في الكورة. كان لعيب، كان كويس. إيه أكتر أمنية نفسك فيها؟ أكتر أمنية حاططها كده قدام عينك ومصر تحققها؟ إن شاء الله بإذن الله إن أنا في الكورة؟ في أي حاجة؟ في حياتي عموماً؟ قول لي واحدة في الكورة وواحدة في حياتك عموماً. في الكورة إن أنا إن شاء الله ألعب كأس عالم مع المنتخب، بس لا الأول بطولة أفريقيا طبعاً مع النادي الأهلي السنة دي إن شاء الله، وألعب كأس عالم. بره الكورة إن أنا أشوف أهلي بخير دايماً، ويعني الحمد لله أنا بشكر ربنا دايماً إن أي حاجة وحشة بتيجي فيا أنا مش فيهم. ودايما بقول لهم ان شاء الله طول ما انا موجود باذن الله اقدر اساعدكم، وطول ما انتوا في ظهري ان شاء الله باذن الله اقدر يعني ان شاء الله احاول ابسطكم على قد ما انتوا يعني الوقت اللي كانوا اللي قضوه معايا. وقفتهم جنبي طبعا، ارد لهم جزء صغير بس من اللي هم عملوه معايا. ان شاء الله باذن الله.